مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في ضيف الظهيرة. قال نورمان رول المدير السابق لمكتب CIA بالشرق الأوسط خلال مشاركته في حلقة جديدة من برنامج مع المغرب من واشنطن الذي قدمته قناة ميدي ان تي في، قال إن الحكومة الجزائرية لا تساهم في توفير المعلومات الاستخباراتية الضرورية لتسهيل تتبع الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في علاقات مع الجماعات الإرهابية في مخيمات تندوف. وجود توتر في العلاقات بين أجهزة الأمن في منطقة واسعة تعمل فيها جماعات إرهابية مختلفة مثل ما نرى في شمال إفريقيا يشكل هدية للإرهابيين، حيث لا يمكن إيجاد برنامج إقليمي كفء لمكافحة الإرهاب ما لم تتقاسم كافة دول هذه المنطقة بشكل منتظم المعلومات الاستخباراتية والتهديدات اليومية المتوفرة عن شخصيات تتنقل فيما بين الحدود ومعسكرات التدريب ومخيمات اللاجئين. وهناك أيضا مسألة الجماعات التي تتبادل أعضائها، فهناك تقارير معلنة عن أعضاء في البوليساريو انضموا إلى تنظيم داعش، لذلك تمس الحاجة إلى هذه المعلومات لتحديد أماكن وخلفيات وتاريخ تدريب هؤلاء والأيديولوجية التي ينتمون إليها. وهكذا فإن وجود انقسامات في العلاقات فيما بين دول المنطقة يعد هدية للإرهابيين. فإذا كنت زعيما لمنظمة إرهابية وتواجدت في مخيم للاجئين فإنك ستصبح مسيطرا على المقيمين فيه، وهم معرضون للاقتناع بالتلقين بسرعة وعرضة لاعتناق الأيديولوجيات، ويمكن اختيار أفراد تعتقد أن بوسعيم تنفيذ عمليات في مناطق بعيدة تماما عن المخيم وتوفر لهم التدريب الأساسي على أن يتلقوا تدريبات إضافية خارج المخيم، وبالتالي يصبح المخيم مكانا بالغ الصعوبة لأجهزة الأمن في دول أخرى حيث لا يمكن إرسال أحد إلى تلك المخيمات ما لم يكونوا منتمين إليه. بالتالي فهو ليس فقط مكانا لتفريخ الإرهابيين لكنه يصبح موقعا آمنا لتفريخهم. وأكد المسؤول الأمريكي السابق بأن هذه السياسة هي بمثابة هدية للجماعات الإرهابية وهو ما يشكل عائقا أمام جهود الحد من التهديدات الإرهابية. كما أوضح نورمان رول أن هناك تقارير معلنة تؤكد انضمام أعضاء من جماعة البوليساريو إلى تنظيم داعش، محملا الجزائر مسؤولية شح المعلومات الخاصة بهؤلاء الإرهابيين. الحكومة التي تستضيف مثل تلك المخيمات يجب أن تكون راغبة ومتحمسة كشريك في عمليات مكافحة الإرهاب، وفي هذه الحالة يتعين على الجزائر توفير برنامج لجمع معلومات الاستخبارات لمواصلة تأمين المخيم نفسه، فنحن لا نريد للإرهابيين أن يجندوا أي شخص على الصعيد المحلي، ومتى تم تحديد مثل هؤلاء الأشخاص إذا ما غادروا المخيم يتعين الحصول على بصمات أصابعهم وصورهم وسجلاتهم، وبالتالي عندما يعبرون نقاط التفتيش الدولية أو المطارات يكون من الممكن إيقافهم وبالتالي الحيلولة دون تنفيذ عمليات إرهابية. يعود كل ذلك إلى الحكومة المضيفة، فإذا تعاونت يصبح الأمر سهلا، وإذا لم تتعاون يصبح الأمر صعبا للغاية، ويتعين عندئذ الوصول إلى هؤلاء الأشخاص متى غادروا المخيم وبدأوا في الاتصال بإرهابيين آخرين خارج البلاد، فعدم تعاون الجزائر يؤدي إلى صعوبة المشكلة بشكل كبير. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة. أهلا بكم دكتور خالد شيات. بداية، إلى أي مدى يؤثر مستوى التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر على جهود دعم الاستقرار ومحاربة الإرهاب في المنطقة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتتبع الأشخاص المشتبه بضلوعهم في علاقات مع الجماعات الإرهابية في مخيمات تندوف؟ لا، أنا نتحدث عن هذا الأمر في سياقه الجيوسياسي، إن شاء الله نقول، بمعنى أن التعاون بين دولتين كيفما كان هو في نطاق أشمل أو أعم من الناحية الواقعية أو العملية لغايات استراتيجية لدولتين معا، بمعنى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لديها غايات في القارة الإفريقية عموما، هناك توجه جديد كنا نقول أمريكي اليوم في إفريقيا بطبيعة تزاوج ما بين الأمني وبين الاقتصادي والتنموي، وكان اللقاء الأخير في حول الذي جمع دول أفريقيا مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بمسألة الاستثمارات
الإمكانيات التي تتيحها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن بالنسبة لمجموعة من الدول الإفريقية، رغم تأخرها طبعا عن دول وقوى أخرى. وأيضا فعلا المستوى الاستراتيجي تريد أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية يعني تصورا دائما، هذا هو التصور الأمريكي، يزاوج ما بين الجانبين. فأعتقد أن هذه الأهمية بالنسبة للمنطقة، منطقة الساحل والصحراء عموما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هي منطقة مهمة على مستوى آخر، على مستوى الذين نقول التصادمي مع قوى أخرى عالمية على رأسها كل من روسيا والصين. طبعا للدولتين معا استراتيجيات أو استراتيجيتين مختلفتين عن تلك التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية روسيا لديها يعني وجود أكثر يميل نحو الاستراتيجي العسكري والأمني، والصين طبعا مع تكثيف الجهود الاقتصادية والتجارية والتوغل أكثر لأخذ المزايا على المستويات الأخرى ذات الطبيعة السياسية. على ذلك أيضا دكتور خالد، لذلك نظم هذه المقدمة أخوذ لأنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هذا الفضاء هو مهم من هذه الناحية، وبالتالي فوجود يعني ما يفسد هذه التوجهات وهذه التصورات الأمريكية قد يكون عاملا من العوامل التي قد تكون يعني تساهم في يعني تحميل جهة معينة لمسؤولياتها في المنطقة. وأعتقد أنه من ناحية أخرى حتى نكون يعني في صورة واضحة من ناحية جيوسياسية أيضا، أن الجزائر كدولة في منطقة شمال إفريقيا بوعي أو لا أقول بوعي يعني بإرادة أو بشكل مفروض عليها من الناحية الواقعية مع تراجع دورها في منطقة الساحل والصحراء، وطبعا تراجع يبدو من خلال يعني التوجهات يعني التي هي معادية شنو نقول للتصورات الجزائرية على المستوى الاستراتيجي في المنطقة، خاصة من دول جوار الجنوب للجزائر على رأسها مالي وبوركينا فاسو. وطبعا هذه الأمر يعني يجعل من الجزائر آخر مطاف، هي مطية للجماعات يعني حتى تكون يعني هناك تأثير للجزائر على منطقة الساحل والصحراء، لابد أن تستعين أيضا بهذه الجوانب التي فقدتها على مستوى العلاقات على المستوى الحكومي لكي تستعيض عنها بالمجموعات الأخرى التي يمكن أن تكون أيضا قد ساهمت في مرحلة معينة، لا أقول بوعي أو عنوائي ولكن من طريقة موضوعية باعتبار العشرية السوداء في الجزائر بتكوين هذه المنظومات الجهادية التي تسمى منظومات جهادية، والتي انتقلت بطريقة أو بأخرى من الجزائر إلى منطقة الساحل والصحراء. وهذه أمور يمكن أن تناقش في مستوى أعلى، ولكن أعتقد أن هذه الخريطة التي نرسم اليوم هي خريطة مرتبطة بهذه التناقضات مع فقدان الجزائر لعلاقاتها الاستراتيجية مع القوى المؤثرة بالنسبة إليها التي هي طبعا روسيا، تناقض صارخ على مستوى التصورات الأمنية في مالي بالخصوص، وأيضا على مستوى العلاقات مع تركيا باعتبار أن يعني هاتين الدولتين كانت ربما تكون هي المطية الاستراتيجية أو الخلفية الاستراتيجية للجزائر في منطقة الساحل. إذا فقد فقدانها لكل هذه الأشياء طبعا يمكن أن يفتح الباب لتعاون أكبر مع الولايات المتحدة. طيب هل يتعلق الأمر بمسألة ضعف تعاون استخباري بناء على أساس تحالفات استراتيجية كما ذكرت أنت وتباعد في الرؤى، أم أن هناك خلفيات أخرى يمكن أن تفسر ذلك، والذي أحيانا يكون موضع انزعاج من الأطراف التي هي مهتمة أيضا بتدعيم الاستقرار بالتنسيق الأمني بمحاربة الإرهاب؟ لا يكون الأمر يعني هو الاستقرار بالنسبة للدول، طبعا لديها مصالح، لديها واقع في المنطقة تريد أن تحقق هذه المصالح، وهناك سياسات واستراتيجيات، وهناك عراقيل وممكن أشياء يمكن أن تقف أمام هذه الاستراتيجية، وهناك دول يعني تجد نفسها بأنها إنشان نقول في حالة تيه أو يعني عدم وجود تصور حقيقي على المستوى الاستراتيجي فيما يتعلق بالمنطقة. لهذا لأن لا أعتقد أن اليوم أن إمكان الجزائر مثلا أن تستفيد من علاقاتها مع روسيا على المستوى الاستراتيجي في الجنوب، ويعني بطريقة يعني فجائية هكذا حتى لا نربط شيئا بآخر، يعني في منطقة جنوب يعني الجزائر في مالي وفي بوركينا فاسو بالأساس كمحورين أساسيين لعمليات إرهابية. لماذا تمت يعني تكتيف العمليات الإرهابية بعد فشل اتفاق الجزائر؟ يعني لماذا؟ ما هي الأسباب والدواعي؟ هل في نقص على المستوى العسكري والأمني في هذين الدولتين؟ لا أعتقد ذلك، لأن كان هناك تدخل قوي من دعم من روسي وغير ذلك، وكانت تقريبا تأمين الأمور إلى حدود الجزائر الجنوبية ثم في بوركينا فاسو. ومع النيجر الآن عندما تحدث هذه الأزمات بين النيجر وبين الجزائر وطبعا لا ننسى أيضا موريتانيا أخذت حقها من هذه التصورات الجزائرية التي تريد، والتي يجب أن نعود إلى خلل على المستوى المنهجي وعلى المستوى الاستراتيجي في التصور، لأنها تريد
أن تكون بهذه الأبوية وبهذه الرؤى التي تضم طيب. كل المزايا على حساب هذه الدول، ويبقى هذه الورقة في يدها. على كل حال نحن لا نريد أن نكون يعني جازمين بالطريقة التي تتفاعل بها الجزائر مع هذه الجماعات الإرهابية وهذه الحركات المسلحة عموما في المنطقة، ولكن أعتقد أنه من الناحية المنطقية أن تكون هناك ترابطات بين هذه المنظومات وهذه المجموعات المسلحة وبين الجزائر على المستوى الاستخباراتي. وكانت دائما زيارات وزير الخارجية إلى هذه الدول التي يتحدث عنها مرفوقة دائما ب يعني رئيس المخابرات الجزائرية، الذي كان طبعا يدعو طيب. تطورات الجزائر على المستوى الواقعي في علاقات غير واضحة. أستاذ خالد شيات، كيف يمكن أن تؤثر البياضات المرتبطة بشح المعلومات عن الأشخاص المنخرطين في جماعات إرهابية المنحدرين مثلا من مخيمات تندوف على الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وهذا صلب المشكلة؟ طبعا هذا جزء من مشكلة وجزء كبير من المشكلة. لا أعتقد أنه ينطبق على يعني ساكنة تندوف وينطبق على مناطق أخرى في تابعة لجماعات أخرى من الأزواد وغيرها، أيضا من الطوائف الأخرى في النيجر وغيرها أيضا، وحتى أن يعني الأمر ليس مستبعدا أيضا بالنسبة لليبيا بالنسبة للجزائر. لذلك أنا أعتقد أن ليس فقط مسألة شح المعطيات و إعطاء الوضع كما هو وتمكين، لأن الجزائر ليس في صالحها أن تعطي هذه الكشوفات أو تكشف هذه الاستراتيجيات والأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال والترابطات التي يمكن أن تحدث وتأثيراتها السياسية على طبعا القضية التي تجعلها على قمة أولوياتها السياسية التي هي قضية الصحراء المغربية، والتي من خلالها يمكن أن يتأثر الوضع الجزائري في هذه الظرفية المعقدة بتقدم المغرب الدبلوماسي وتراجعها على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الاستراتيجي أيضا. يبقى هذه الورقة التي يعني كما قلت ورقة حاسمة بالنسبة للجزائر تراها كذلك. شكرا. يعني في الحال الطبيعي أن يكون هناك تعاون إقليمي ودولي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ولكن ليست في الحالة التي توجد فيها العلاقات بين الجزائر مع باقي الدول. شكرا جزيلا لكم الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة. على كل هذه التوضيحات بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الزاوية والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.